أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم يوسف بنوال، خبير في قطاع التأمينات، وذلك لمواصلة النقاش حول إشكالية تأمين استعمال تروتينات الكهربائية، وهل لا يجب إخضاعها لمدونة السير أم لا؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف، مرحبا بك. شكرا سي أريري على الاستضافة، وشكرا لجريدة أنفاس المتميزة، ومرحبا بالمستمعات والمستمعين الكرام. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ يوسف. بداية، ما رأيك بخصوص تزايد استعمال التروتينات الكهربائية؟ هل هي ظاهرة صحية؟ والإجابة على هذا السؤال، أولا المسألة الأولى، وأنا خصنا نوضحوا أن هذا الموضوع يثير حاليا نقاشا مؤسساتيا داخل البرلمان، ويثير كذلك نقاشا بين المتدخلين على مستوى قطاع التأمين، وكذلك على الناس اللي كيستعملوا هذا النوع من الوسائل ديال التنقل. يعني نقدروا نسميوها مركبة أو عربة كهربائية. كنتكلموا على لي تروتينات، هو أنه كثر فيها هذا النقاش. علاش؟ لأن الناس بداو كيستعملوها بزاف، كيستعملوها بزاف ربما كبديل، لانه كاين الزحام في الطرقات، كاين الكلفه ديال المحروقات، الناس ولا غادي نقولوا هي واحد بحال ان في دو مود، يعني واحد ظاهره موضه، الناس ولاو كيستعملوها. يعني انه هذا موضوع عنده الراهنيه ديالو، وعنده الراهنيه ديالو، وهذه الراهنيه تاكدت من خلال بعض الحوادث التي وقعت، لان مجموعه من الناس تم التوقيف ديالهم من قبل شرطه المرور من اجل الاستفسار على تلك المركبه اللي كتستغل واحد الحي الجغرافي، كتستعمل الطريق، وبالتالي ربما تشكل خطرا على الغير. هذاك الشيء علاش كاين مجموعه من الاحداث اللي وقعت، انه تم حجز هذوك لي تروتينات، وتم كذلك تحرير بعض المحاضر من قبل المالكي لهذوك لي تروتينات، لان هذيك المركبه تعتبر يعني وسيله نقل، ولكن في غياب إطار قانوني. إذن في هذا النقاش الذي أثير مؤخرا عبر مجموعة من الأسئلة التي طرحت داخل قبة البرلمان، يعني داخل يعني المشرع أصبح يناقش هذا الموضوع. النقطة الثانية أن رد الفعل ديال المسؤول الوزاري اللي هو وزير النقل تكلم كذلك في الموضوع. الناس اصبحوا يتساءلون، كاين الناس اللي كيشريوها بثمن غالي، راه كاين بعض الاحيان اللي تروتينات اللي كيوصلوا 40000 درهم، 50000 درهم، 60000 درهم، بمعنى اخر، وكاين عدد كبير منهم يستعمل. يعني هذا نقاش عنده الآنية ديالو، نقاش يجب ان يوضع على طاولة الحوار من قبل المتدخلين. المشرع خصو يقوم بالدور ديالو عبر صياغة القوانين، المسؤول على الوزارة باعتباره المسؤول القطاعي هو خصو يتدخل، الشرطة التي يعني 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 السلطة المتخصصة في توفير الأمان على مستوى مدونة السير. يعني الآنية كاينة، الظاهرة كاينة، إذا خصو يجب أن يفتح النقاش بشكل مسؤول. بخصوص الحجز هذه السيارات، هذا عفوا التروتينات الكهربائية من طرف شرطة المرور، واش هو قانوني في ظل غياب حاليا إطار قانوني ملائم؟ شوف، حنا تنقولوا الحجز عنده المبررات ديالو. أنا القراءة ديالي عندما يمس السير العام أو السير العام ويشكل خطرا على الغير، يشكل خطر على السلامه الطرقيه، الا ويجب ان نتدخل. يكون القانون ولا ما غاديش يكون، لانه القانون حنا كنديروه من اجل اننا نحافظوا على السلامه وعلى الامان على جميع المستويات. وبالتالي اذا كانت هذه التروتينات اللي عندها السرعه ديالها في بعض الاحيان كتوصل ل 100 كيلومتر في الساعه، وتستعمل انه واحد الطريق، يعني كتستعمل في الطريق، إذن أرى الشرطة المسؤولة على 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 تسيير السيارات يجب أن تطرح هذا السؤال، لأن المسؤولية ديالها أن تحفظ السلامة على الناس. إذن أنا مثلا ملي كنشوف هذا الإجراء، هو إجراء أنا في اعتقادي إجراء صحي. علاش؟ لأن كل واحد يتحمل مسؤوليته. يعني 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 شرطة المرور المنوط بها توفير الاطار السليم من اجل السيران السليم، لان ديما مرتبطين بالسلامه الطرقيه، لان للاسف المغرب كذلك يسجلوا من الدول اللي كيسجل فيها عدد حوادث السير بشكل كبير.
وبالتالي هذا جزء من الاختصاص، على أساس أنه إذا كان القانون ما كان مشكلة ذاك الساعة، وكل مخالف عنده هو عنده، يعني يجب أن يتحمل مسؤوليته في غياب القانون. الذي يصنع القانون هو المسؤول، لأن من يصنع القانون هو المشرع. بلا تنقولوا المشرع، التشريع تيكون إما من قبل السلطة التنفيذية أو من سلطة تشريعية. السلطة التنفيذية عندها كذلك اقتراح القوانين، هذه المسؤولية اللغط الذي نعيشه الآن المسؤول عليه هو وزير النقل. لأن علاش ما يمكنلوش، خاصة تكون عنده الحس الاستباقي. لكن هذه تعتبر حكومة كفاءات، الكفاءة عندها بعد النظر. أنا علاش توقع لي مشاكل والناس يتم الحجز على ديك التروتينات ديالهم ويوقعوا لك السيد وغادي واحد في غياب القانون؟ واش حنايا نحن دولة تحترم القانون؟ نحن دولة عند السبق في، يعني في التشريع، لأن الدولة تحترم نفسها عبر تطبيق القانون. إذا المسؤول على القطاع اللي هو وزير النقل يجب أن يتحمل مسؤوليته، ماشي حتى ينوض الصداع عباش غادي ينوض ويقول لك أنا لا. هذه يعني النظرة الاستباقية من أجل توفير إطار قانوني وإطار تشريعي السليم هو يتحمل فيه المسؤولية. نعم، وكاين يعني في على ضوء هذا النقاش وهذا الجاري في أيضا في البرلمان، واش الحكومة لوزارة النقل تعتزم يعني وضع تعديلات في مدونة السير أو إطار قانون من ضمن هذه الوسيلة؟ أنا نقول لك دابا الإشكال اللي وقع، الوزير النقل لم يقم بالفعل، قام برد الفعل. ورد الفعل، رد الفعلي هو عمل ديال الهوات ماشي ديال المهنيين او ديال الكفاءات. هذا كتوطئ السؤال ديالك. النقطه الثانيه، المساله راه ماشي معقده، سهله. حنا دابا نقوم بعمليه التكييف ديال هذيك العربه او ديك المركبه، لان في اصطلاحات القانون كنتكلموا اما على المركبه او كنتكلموا على العربه البريه ذات محرك. اللي سمعت هو انه اي نعم كاين هناك اقتراح تعديلين لجوج ديال المراسيم المرتبطه بالسلامه الطرقيه او مدونه السير في الشق التقني. علاش؟ لان خصنا نعرفوا التروتينات اشنا هي، شي مشابهه للدرجه الهوائيه كي كيقول لا 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 التروتينات باش الناس يفهموا. تنقولوا بانه مركبه ذات محرك، مركبة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية. هذا هو التعريف القانوني ديالو. إذا غادي ندير عملية إسقاط ديال التروتينات على هذا التعريف القانوني، تنقول أي نعم هي معنية، لأن هي تعتبر مركبة أو عربة عندها محرك كهربائي. إذا عندها محرك كتسمى أن فيكول أ موتور، عندها محرك تستعمل الطرق البريه وغير مرتبطه بسكك حديديه. اذا هنا ما كاينش اجتهاد على المستوى القانوني والتشريعي. علاش؟ لان هذه معنيه بهذا التاصيل. اللي خاص هو اننا نعرفوا المسائل التقنيه المرتبطه بهذا الوسيله النقل وكيفيه الاستعمال ديالها، وهل يجب ان تخضع لمقتضيات المرتبطة بالمركبات بشكل عام. اشنا بعض المقتضيات؟ المقتضيات فيهم ثلاثة الحوايج. الحاجة الأولى هو مدونة السير، خاصة تتلائم مع مقتضيات مدونة السير. الحاجة الثانية خاصة تتلائم مع إلزامية التأمين على المستوى المسؤولية المدنية لكل مالك أو لكل حائز اللي عنده الحيازة لتلك المركبات. والمسألة الثالثة اللي هي أساسية، يجب أن تتوفر على السلامة بالنسبة للمستعمل وبالنسبة كذلك للغير، ما نسمي بالحق العام. إذن باش نقول بأنه الإمكانية إخضاع هذه التروتينات لهذه المسائل التقنية وسهل. السؤال الأعمق، واش في صالحنا أننا نشجعوا شي ما نشجعوش؟ هذا سؤال، وهذا السؤال يحتمل مجموعة من الإجابات على حسب الموقع. أنا دابا قريت مجموعة من الناس يقول لك ودي مزيان لأنه تفاديا للغلاء على مستوى المحروقات، هذا توجه. كاين توجه آخر تقول لك ومزيان لأن هذا النوع من
يحافظ على البيئة صديق البيئة هذا نعم. كما تمت الدباجة في بعض في بعض في بعض البيانات صديق البيئة نعم. هذا توجه نعم. كاين توجه آخر تقول كودي هذاك تروتينات راه هي واحد المركبة اللي تشكل خطرا على المستعمل نعم. لأنه الشكل ديالها ما فيش ما في يعني 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 الصناعه ديالها الصناعه ديالها لا توفر الحد الادنى للسلامه بالنسبه للمستعمل. كاين مدرسه رابعه كدوك واش عندنا الطرق ديال لي تروتينات الممرات ممرات يعني أمينة. يعني كاين كاين مجموعه من المدارس او مجموعه من التوجهات او مجموعه من الاراء كل من موقعه. انا اتبنى طرحا جد بسيط الذي يرتكز اساسا على مبدا السلامه الطرقيه. انا اللي كيهمني انا هما الناس اللي غيستعملوها اللي كيهمني وانه وممكن ممكن ولا لا ان نقوم بدراسه مقارنه بخصوص نماذج دول مقارنه كيف تعاملت دول متقدمه سبقت المغرب في استعمال تروتينات الكهربائيه. نلاحظ مثلا في بعض الشوارع مثلا في ايطاليا او في في فرنسا هناك تطبيقات خاصه باستخدام التروتينات الكهربائيه او نلقاو محطات لكراء هذه التروتينات الكهربائيه في بعض الشوارع. غادي نديروا واحد دراسه مقارنه مع مع فرنسا مضطرين لانه ما كاين مشكل حتى ان شاء الله غادي نتجاوزوا هذا الشيء ما تبقاش ديما دراسه المقارنه مع ولكن على ايد دراسة مقارنة مع فرنسا كنلقاو أن استعمال هذا النوع من المركبات استعمال كبير وكيشكل مشاكل تما كيشكل مشاكل على جميع المستويات إلى درجة أن كاين بعض المستثمرين كيكريو هذاك النوع من ديال هذوك لي تروتينات الناس. كاين أنه بعض المرات كنلقاو أن مثلا هذوك لي تروتينات اللي كيستعملو كيجيو كيلوحو في هذاك الواد اللي قاطع باريس. هذا أنا غادي نتكلم بلغة الأرقام. عندي واحد التقرير ديال الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا الذي صدر في شهر نوفمبر 2022 اشنو تيقول؟ تيقول بأنه استعمال هذا النوع من 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 المركبات او من العربات يشكل خطرا كبيرا على المستعملين ويؤدي الى حوادث تكون في بعض الاحيان خطيرة. والاجزاء اللي كتقاس بزاف هي الراس والجهه السفلى الى درجه انه داروا واحد بحال قلتي واحد مقارنه بين الاحداث التي تقع الواحد كيكون هاز يعني راكب على على دراجه هوائيه كيلقاو ان نسبه يعني انه التقاس في الراس ديالو ما كتتجاوزش 40% او 43% في حين انه مستعمل للتروتينات الحوادث التي تؤدي الى اضطرابات على مستوى الراس وصلت 73%. علاش؟ وهذا الشيء راه باين لان التركيبه التقنيه لهذيك التروتينات تشكل خطرا للغير تشكل خطرا للمستعمل. وهذه في فرنسا اللي عندهم ممرات خاصه عندهم طرق عندهم ممرات امنه معبده كيستعملوا الناس الكاس ومع ذلك كاين الحوادث. اذا هذا موضوع عنده الانيه ديالو عنده الراهنيه ديالو اللي خصنا نتكلموا فيه بشكل مسؤول وبشكل مباشر. نعم بخصوص سيناريو التامين الخاص بهذا النوع الوسيله فيما يتعلق بالتامين القانون خصوصا الفصل او الماده 120 من القانون 1799 بمثابة مدونة التأمين. اشنو كتقول؟ كتقول كل شخص مالك او عنده الحيازة لواحد المركبة او عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية ملزمة باش ان تدير التأمين وذلك منذ ظهير 1969. هذا هو التعريف القانوني. بمعنى اخر انه هاد التروتينات هي مركبة ذات محرك تستعمل الطرق البرية وغير مرتبطة بسكك حادية. إذا من الناحية النظرية هي معنية بإلزامية التأمين. هذا الشق الأول. الشق الثاني الناس كيبغيو يديروا التأمين. حنا مثلا كمهنيين كيجيو تيقول لك ودي دير لي التأمين. للأسف لحد الآن ما كاينش العرض التأميني الذي يوفر الضمانة ديال يعني الذي يوفر عقد التأمين هذا الضمانة الإجبارية. أشنو تيقول القانون؟ في حالة أن شركة التأمين رفضت أن تعطيك تأمين أنت ملزم هادشي في المادة
120 انت ملزم باش تمشي عند الاداره اللي هي هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي وهي اللي عندها المسؤوليه في تحديد قسط التامين. والماده 128 من القانون 1797 تيقول انه ان ثبت ان شركه التامين رفضت تامين هذه الضمانه الالزاميه ممكن ان تسحب المأدونية بشكل مؤقت او بشكل دائم. بمعنى اخر انه بالنسبه للتامينات واضحه خاصها دير تامين على المسؤوليه المدنيه الاجباريه. نعم. اللي كاين دابا هو ان المهنيين كيناقشوا هذه المساله باش يحدوا واحد العرض تأميني الخاص بهذه لي تروتينات، ولكن واش كاينه رغبه في ذلك؟ لان السؤال الاعمق المسائل التقنيه ما نسمي باللغه الفرنسيه لو مود اوبيراتوار سهل، تنزيل سهل، ولكن واش خصنا نشجعوا هذا الشيء ولا ما خصناش نشجعوا؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرح. نعم. وفي اعتقادي ان الوزاره مسؤوله على الاجابه على هذا السؤال. نعم. اذا سي يوسف كيفاش كتشوف الدور ديال الوزاره النقل في تسريع او تنزيل اطار قانوني ملائم للتروتينات الكهربائيه؟ كما قلت ان للاسف وزاره النقل كان لها فقط رد فعل، ما كانش عندها الفعل، في حين ان المشكل تاع التروتينات مشكل قديم. هذه النقطه الاولى، تكثر الهضره وكثر اللغات وكثر المشاكل وتم الحيازه على بعض التروتينات عابش وزير النقل فاق وقام يعني صرح بانه غادي يقوم بواحد التعديل ديال واحد المرسومه فيما يتعلق بهذا الشيء اشرنا اليه. الوزاره الوصيه هي مسؤوله على تدبير النقل للمغاربه، هذا التدبير يجب ان يراعي ثلاثه الحوايج، خصو يراعي السلامه الطرقيه لان المغربي عنده قيمته، ماشي انه خاص السلامه الطرقيه او الحياه ديالو او السلامه الجسديه ديالو هي اللي غادي تكون الراهن وهي اللي غتكون المحفز بالنسبه للمسؤول الحكومي. النقطه الثانيه، يجب ان يلائم القانون لانه حنا دوله مؤسسات ودوله قانون، يعني انه يجب ان يسهم في تطبيق القانون او الملائمه القانونيه، لان ما يمكنش التروتينات غاديين وما عند في غياب فراغ قانوني. واش المشرع المغربي الى هذا الدرجه ما عندوش يعني ما غاديش نستعمل واحد المصطلح شويه قاسح، ولكن عندهم الاليات ما يمكن له ان يقوم بعمليه الشرع. وكما قلت انه المبادره تاتي دائما من السلطه التنفيذيه، الوزاره الوصيه يجب ان تسارع في حل هذا المشكل، يجب ان تقترح مشاريع قوانين خصها تكون عندها نظره استباقيه. يا كنتم كتقولوا هذه حكومه كفاءات، الكفاءه التعريف ديالها هو الانسان عنده بعد النظر وعنده الاستباقيه في المسائل، باش حتى كنلقاو الناس يشدوا لهم الطوتينات ديالهم ويجوا. مساله اخرى ثانيه، يجب ان يرفعوا الحرج تاع رجال السلطه على الشرطه. تمام. الشرطي يقوم بدوره، رفع عليه الحرج، لانه واش تقول لك ودي انا عندي شي حاجه كتجي خارقه لي مشكل. انت كمسؤول كحكومه يجب ان ترفع الحرج لا على الشرطه لا على المستعمل لا على نحن كشركه يعني كمهنيين في قطاع ديال التامين. وهذا هذه رساله، وربما من الاسئله التي وجهت النقاش الذي يثار حاليا في يعني في البرلمان والذي اثارته بالمناسبه المعارضه، وكان لحزب الحركه الشعبيه يعني سؤال طرح في البرلمان في هذا الموضوع. ربما انه ان الاوان ان نجتمع ان نناقش بشكل مسؤول، ان نناقش يعني بشكل اللي يحضر يعني الحس الوطني حفظا على السلامه ديال المغرب. نعم، شكرا جزيلا الاستاذ يوسف على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعد جديد.